سلام، اليوم شنو نحضروا؟ اليوم نحضروا ملاي كفتة، وهو طبق مغولي مشهور. نعملوا الكفتة بالبطاطس وجبنة البانير. هذا الطبق محبب في المناسبات. هذا الطبق كلاسيكي وهو من الأكلات المفضلة لدي. يلا نبداو. الخطوة الأولى تحضير الكفتة. غليو البطاطا حتى تصبح لينة. الآن زولوا قشرة البطاطا. وضعوا البطاطا في إناء واستعملوا ملعقة أو اليدين لهرسها. لما تصبح مثل العجين، حكوا جبنة البانير فوق البطاطا. ضيفوا شوية ملح، شوية طحين والزبيب. خلطوا كل المقادير. صنعوا كويرات صغيرة بهذا العجين. ضيفوا شوية طحين فوق الكويرات وكملوا تشكيلها. كويرات الكفتة الآن جاهزة للقلي في زيت ساخنة. قليوا الكويرات من كل جوانب حتى اللون يصبح بني ذهبي. لما الكويرات تكون جاهزة، زولوها من الزيت ووضعوها في إناء فيه ورق لامتصاص الزيت الزائدة. الخطوة الثانية تحضير الصلصة. في إناء اغليوا الماء وضيفوا شرائح البصل، جوز الكاشو والفلفل الأخضر حار. طهيوا هذه المقادير لمدة 10 دقائق حتى البصل يصبح لين. لما البصل يصبح لين، وضعوا المقادير في خلاط كهربائي. خليوا ماء الطهي للاستعمال في الخطوات القادمة. في الخلاط الكهربائي مزجوا البصل والكاشو والفلفل الأخضر حتى تحصلوا على صلصة ناعمة. في مقلاة غارقة ضيفوا الزيت النباتية. لما الزيت تسخن، ضيفوا معجون الزنجبيل والثوم. الآن ضيفوا صلصة البصل والكاشو. طهيوهم لمدة 30 ثانية. الآن ضيفوا مسحوق الهيل، شوية الملح، السكر وخلطوا مزيان. ضيفوا شوية الماء اللي استعملناه في طهي البصل. ضيفوا شوية القشطة أو الكريمة وطهيوا لمدة 30 ثانية. الخطوة الثالثة كملوا واستمتعوا. لما تكونوا مستعدين لتقديم هذا الطبق، سخنوا الصلصة ثم ضيفوا كويرات الكفتة والقزبر المفروم وخلطوا كل المقادير. قدموا هذا الطبق ساخن مع رز البسمتي أو الخبز الهندي. صحة وراحة. اللي كان شي واحد ما عندوش البانير، شنو يمكن له يستعمل؟ يمكن لك تقطع شوية الخبز وتخلطه مع البطاطا لتحضير الكفتة. شنو هي نصيحتك لتحضير هذا الطبق على حقه وطريقه؟
هذا الطبق معروف بالحلاوة لأن استعملنا الكريم والسكر. إذا ما تستعملوش فيه بهارات حارة باش تخليو النكهات الحلوة.